الو. الو مساء الخير. مساء النور. ايوه تعرفيكي؟ انا مامت حنين. مامت حنين، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مامت حنين كم سنه؟ 32. طيب حضرتك يعني متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ والله حضرتك المفروض ان هو عن حب. طب احكي لي، تحت امرك، اتفضلي. انا حاجه، يعني انا كنت في ثالثه اعدادي تقريبا، فتعرفت بجوزي، حبينا بعض جدا، حابين لدرجه مش قادره اقول لك، يعني لدرجه ان احنا كتبنا كتاب بعد ما تعرفنا مع بعض مثلا سنه، شبكه وكتب كتاب وقريت فاتحه وكله في خلال السنه دي. كان بني ادم ملاك، اقسم بالله كان ملاك يا فندم. مفيش ملائكه على الارض، عشان بس احنا دايما بس بيجي لنا كده. محترمه وفي ناس كويسه. محترمه بس ملائكه لا ننتظر وجود الملائكه. أيوة على الارض يعني. انا كنت لسه عيله في ثالثه اعدادي، كنت لسه داخله اولى ثانوي عام، فاتعرفت عليه. فانا مش عايزك تكملي تعليمي، قلنا خلاص اوكي. كان عندي ظروف، بابا ما كانش موجود فتره، وكانت مامتي اللي بتربينا، مامتي بنت راجل فكانت بتربينا. المهم فهو جالي من النقطه دي، انا راجل البيت واحنا بنات بس وكده. مامتي كانت محافظه علينا جدا، الله يبارك لها، يعني الله يسامحها اللي كانت بتحكي من شويه على مامتها دي. لا مش الله يسامحها، الله يسامح مامتها. الله يسامح مامتها. الله بصراحة. يعني احنا بنقول ربنا يسامح الجميع. المهم اتكتب كتابي وقعدت في البيت فعلا، ما رحتش المدرسه وخلاص الدنيا كويسه. ودي كان سواقتك ولا ما شاء الله، بعد ما اتجوزنا جبنا اول ولد كبير دلوقتي عنده 12 سنه. كنا الحمد لله وش الخير عليه. لما جت حنين الدنيا نورت في وشنا. بعد ما جت حنين بسنه الدنيا اتقلبت بقى، مش عارفه ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ مش عارفه. حصل فلوس جريت في ايدينا جدا. بقى مليونير. بقى يعني عادي، لا بقى مليونير بمعنى الكلمه. وعنده بدل الشقه 2 و3 وتمليك وعربيات ومش عارفه ايه. الدنيا عنده بقى كويسه، ربنا رزقه باصحاب السوق. انا بقى يعني انا بقول عن نفسي، حتى لو ربنا رزقني باصحاب السوق، انا ربنا اداني مخ افكر بيه. بعدين لقيته بقى بيتغير حريم، ماشي. قلت مش مشكله، ماما بقت تقول لي بنتي فتره شرب ابويا وفيش وربنا يهديه وكل، وابوكي كان كده ومش عارفه. وانا خلاص ماشي. بعد كده لقيته بدات اتجوزات عرفي، فقلت ربنا يهديه. كنت بشوف يعني، انا كنت بشوف يعني قسمت الجواز بتاعتي كانت بتبقى محطوطه عليها صوره واحده تانية ومطبوعه طباعه كده، بشوفها بعيني. كنت بشوف اسمه على جوازات عرفي، كنت بقول الله يهديني. انا عشت عيشه وحشه ومحرومه من الاب، فمش عايزه عيالي يطلعوا. بس مش لدرجه انك تتهاوني في كل حاجه يعني، اصحاب سوق وقلتي ماشي، ستات عارفهم وقلتي ماشي، جوازات وقلتي ماشي. طب مستنيه ايه بعد كده؟ حضرتك يجيب لك رجاله في البيت ويقول لك اهلا وسهلا؟ حضرتك اساسا احنا عدينا المرحله دي كتير. هو اتجوز بالفعل، احنا كنا عايشين في بلد ثانيه واتجوز بالفعل، وبعد كام سنه حوالي سنتين ثلاثه مراته قالت له، خلفت منه كمان، وبعد ما خلفت منه قالت له لا انا مش مرتاحه معاك، طلعني عشان انا عايزه اتجوز واحد يدلعني. طلعها وكان خلف منها وجاب لي فعلا الولد وانا بربيه. واتفاجئت بعد ما خلاص يعني طلق مراته الثانيه وخلاص وعايشين، ورديت بالولد كمان، قلت عايله من ضمن عيالي وفي سنه اولى ابتدائي ولسه صغير ومش مشكله، هيقعد لي في ميزان حسناتي. فاجئت ان هو متجوز السكرتيره بتاعته، حامل منه، معاه عندها بنت. فانا خلاص يعني مش وعدني وقال لي خلاص والله هطلقها، انا عايزك انت وانت اهم حاجه. وعنده بنت من سكرتيرته كمان. يعني عنده ولد من الثانيه وعنده بنت من الثالثه. وبعد كده يعني فقلت له خلاص طلقها ورجعني البيت، خلاص اكيد هطلقها. هطلقها خلاص، واقنعني وما تخليش الدنيا مش عارف ايه والاهل مش كويسين ودول بيشمتوا ودول بيفرحوا. وهو مش محبوب، فعشان كده الناس بتشمت فيه من الاخر يعني. فقلت خلاص رجعت البيت وخلاص. اهلي غلابه يعني، اهلي انت عارف حضرتك يعني لما اهلي غلابه ساعات ايه بتبقى انت مش عارف تروح لهم تاني خلاص يعني. مش عارف، وبالاخص معاك عيال، الله اعلم لو انا اتطلقت منه اصلا هيسال على عياله ولا لا، لان هو روحه في عياله بس الله اعلم.
رجعت البيت على اساس ان هو هيطلقها. ناس قالوا لي حرام ما تقفيش قدام ربنا وانت كده بتعاندي ربنا وربنا كاتب لك كده. اتفاجئت بقى ان هو مش عايز يطلقها. اتفاجئت ان اهله كمان ابتدوا معايا ان اهله دول روحهم فيا وفي عيالي. بس هي تقريبا الدنيا بقت مصالح ولا ايه مش عارفه بصراحه. اهله مبسوطين بيها وقالوا خليها وبتاع. مش مبسوطين بيها اهله. هو بيصرف على اهله فكسر عين اهله. انت فاهم حضرتك هو كسر عين اهله. فلما كسر عينهم خلاص الام مش قادره تقول حاجه والاب لا حول ولا قوه. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. انا اول مره اتصل بحد اول مره اتكلم مع حد. ايوه انا مع حضرتك. بس هي الفكره ان انت عارفه اللي عنده. اقول حضرتك على حاجه. انا اسف اقطع كلام حضرتك. اصحابه لما بيجوا مثلا عندي بتعيد مع الغدا ولا حاجه لما بعد كده بيعرفوني اقسم بالله اكتر من مره واثنين. اصحابه ليه اتطلقوا احنا هنتجوزك. ابن عمه قال لي اتطلقي انت خساره فيه وانا هتجوزك. لا بصي الصاحب اللي بيخش البيت ويعمل كده ده مش راجل كويس ولا صاحب كويس ولا الدنيا صح كده. هو جوزي كده يعني هو جوزي كده اللي كويس. ايوه طب كمان هو مش كويس. نقع بقى في كل واحد مش كويس وتبقى الدنيا عندنا معكوكه كده. يعني انا بقابل ناس كتير جدا. انا الحمد لله عاقله فوق ما تتخيل. يعني حتى يمكن اهله بيقول لي انت مخك اكبر من مخه مع ان هو اكبر مني باربع سنين مثلا او خمس سنين. بس انا بحسب كل حاجه بعقلي. بركن القلب ده على جنب. ايوه يا بنت الناس ما انت لو كان مخك اكبر من مخه وبتحسبي كل حاجه بالعقل ما كنتيش فوتي من اولها. كنت لحقتي على جوزك لما لقيت الفلوس تجري في ايده وبدا يلعب بديله. كنت وقفتيه عند حده. يا استاذ ماشي في حضرتك حاجات بتبقى يعني انا مسافر شغل ما تقدرش تعارض. انا ما بقولكيش عرض يا بنت الناس. انما الست الشاطره الواعيه لما تشوف الغلط لانك اوريدي شفتي الغلط. بقول ومش بسكت. مين اللي قال ان انا بسكت؟ لا مش فكره مش تسكتي دي تبقى بتسكتي وبخناق. انت قلتي لا انا قلت اسكت ومعلش عديها وابويا كان كده وفلان. ما احنا بنروح وبنعمل قعدات وبعد كده اهلي بيقعدوني واهله بيقعدوني وهو بيجي يبص ايدي ويبص دماغي واخر مره ومره بكر مره بكر مره لغايه اخر مره بقى المره دي فعلا ان انا مش قادره ارجع له. يعني انا عايشه انا وهو بيت واحد وبيروح على بيته الثاني دوا وبيرجع لي بس انا في اوضه وهو في اوضه. انتوا كده انفصلتوا؟ انفصلنا. انا ما بيني وما بين ربنا انا مش قادره ارجع له. بص يا بنت الناس انت قدامك كذا حل. قدامك يا تعيشي زي ما انت كده وتبقي راضيه بعيشتك كده وعايشه عشان ولادك ومنفصله وهو يبقى عارف ان هو بيجي البيت ده تحصيل حاصل مش هيقدر يطول منك اي حاجه وان انت خلاص مش قابلاه وانك راضيه بالعيشه دي عشان تربي الولاد وخلاص بس يامن لك حياتك. يا تنفصلي عنه وتعيشي لوحدك وتقولي طلقني وبقى تعالى اصرف على اولادك وعيش انت حياتك بره زي ما انت عايز. وانا اعتقد ان الطريقه التانيه دي هي الاسلم انه يطلقك وتبقي عايشه في بيتك وتربي عيالك ومسؤوله عنهم وخلاص على كده ومتشكرين على كده. لان انا اعتقد هو دلوقتي طلق الاولانيه اللي عايزه تسرح. الثانيه اللي عايزه تسرح وتعيش حياتها وتحب لها راجل تاني يدلعها ورمت له العيل ده معناها ان هي اساسا انسانه مش محترمه خالص. يعني حتى ما عندهاش شعرايه احترام. وبعد كده اتجوز سكرتيرته وحامل منه او خلفت سكرتيرته دي دلوقتي هتقعد في البيت طبعا هانم معززه مكرمه عندها شقتها وهجيب له سكرتيره ثالثه هيتجوزها وممكن يقابل فلانه عند فلان ويتجوزها والرابعه والخمسه والسته طول ما هو معاه فلوس وطول ما هو حاسس ان هو ابو الرجاله وطول ما هو حاسس ان الجواز ده هو الباب الملكي لممارسه العلاقه الحميميه من غير ما تتحسب عليه زنا هيتجوز تاني وتالت ورابع وخامس. الناس فاهمة الحدوتة غلط. دلوقتي انت نفسك وليك شوق في فلانة وعايز تعمل معاها علاقة حميمية ومش عايز ربنا يحاسبك تروح تتجوز يقول لك اه طبعا ده انا متجوزها على سنة الله ورسوله. هو ربنا انا معرفش بقى يعني سمح لك انك تتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة وكده علشان علاقاتك الحميمية بس واحاسيسك بدي ولا لحاجات تانية هو ربنا شايفها في الانسان لما يكون محتاج يتجوز واحدة تانية. حتى ده قال لك ولا انت عادله ولا انا مش غلطان او غلطان حد يصلح لي.